ازيكم؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. وحشتوني جدا. كان لي فتره ما نزلتش اي فيديوهات خالص، ولكن يعني خلاص بقى استعدوا للي جاي. وشكرا طبعا لكل الناس بجد اللي سالت على ماما وبعتت لي مسجات وكتبت لي في الكومنتات، بجد بحبكم قوي قوي قوي. كده كلام، يلا ندخل في تفاصيل اللوك. انا اول حاجه استخدمتها مرطب سيرافي، بعد كده استخدمت مرطب العسل ده من شي جلام، يا جماعه تحفه وبيرطب رهيب. الفاونديشن ده مفضل عندي بجد، اكتر فاونديشن عجبني من شي جلام. الكفر بتاعه تحفه، الدرجه بتاعته تحفه، بجد جامد جدا. طبعا الحاجات دي انا ليه بختصر فيها؟ لان انا عامله لكم ريفيو عن كل منتج مفصل رايي فيه، وبعد ما قعدت بيه فتره كبيره 6-7 ساعات ايه حصل له. فاللي حابب يشوف تفاصيل اي برودكت من اللي انا مستخدمهم يرجع للفيديو بتاعه، هحط لكم اللينك في الكومنتات. بس الفيديو ده انا كده عاملاه سريع لان في ناس كمان كتير طلبت اللوك ده لما نزلت صوره، فعشان بس تعرفوا انا استخدمت ايه. بعد كده الحركه اللي انا عملتها ان انا دمجت النهايه الكونسيلر بالهايلايت، يا جماعه الليكويد هايلايت بتاع شي جلام ده منظر وسحبه كده رهيبه زي ما انتم شايفين. بعد كده طبعا انا بوزع الكونتور والبلاشر بفرشه كبيره، عشان يعني كل ما انا ببقى عايزاه ناعم ومش متحدد بوزع بفرشه كبيره، وطبعا برضو على حسب حجم الوش. استخدمت باليت اناستازيا السوداء، ولكن طبعا انتوا مش هتستخدموا نفس الباليت، يعني اهم حاجه الدرجه لو انتوا عايزين نفس اللوك. خلطت بين الدرجتين اللي انا شورت لكم عليهم. بعد كده عملت بالاشادو البني، ولكن كان متحدد اكتر مش مموه قوي عشان يدي السحبه الاوفر دي، فاهمين؟ وطبعا رشيت على الفرشه فيكس بلس علشان الشيمر، اي اشادو شيمر يطلع بالمنظر القوي التحفه ده، تمام. وطبعا كان بما ان هو في الفالنتاين فحطيت الروج الاحمر، والحقيقه ان هو نطق اللوك. الروج ده يا جماعه من تارت، هكتب لكم الدرجه برده على الشاشه. طبعا كل روجات تارت انا بحبها جدا، وبصراحه هي الكواليتي نفسها والفورمولا نفسها تحفه، وبتبقى خفيفه كده على البق مش بيكتل، فاهمين الفكره؟ بعد كده استخدمت هايلايت يا جماعه من اوفرا. هايلايت اوفرا دلوقتي اكتر هايلايت مفضل بالنسبه لي، واناستازيا برضو بصراحه، ولكن اوفرا حاليا انا اكتر حاجه بستخدمه. ده في الحاجات الهاي اند، لكن لو عايزين حاجه هايلايت دراج ستور في شي جلام وفي روبي روز حلوين، وسعرهم حلو جدا، واللمعه بتاعتهم حلوه جدا. هسيب لكم برضو في الكومنتات لينكات اللي تجيبوا منها حاجات شي جلام او حاجات بيروز. يا رب افتكر يعني كل اللي انا بقوله ده، ان انا احط لكم اللينكات بتاعته. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، وهجاوبكم على كل اسئلتكم في الفيديوهات اللي جايه. وقولوا لي ايه رايكم في اللوك، وسهل وبسيط بالنسبه لكم ولا نعمله بشكل ابسط من كده كمان.